والسلام عليك يا وارث روح النبي. زيارة وارث المشهورة المروية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وصفت الحسين عليه السلام بأنه وارث ستة من الأنبياء عليهم السلام، ثم أبيه علي، ثم أمه فاطمة، وأخيه الحسن عليهم السلام. ولم ترد هذه الأوصاف الواردة في الزيارة الشريفة لغيره. الوارث صفة من صفات الله عز وجل بمعنى الباقي الذي يرث الخلائق بعد فنائهم. وقال الله تعالى إخبارا عن زكريا ودعائه إياه: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، أي يبقى بعدي فيصير له ميراثي، ويعني بذلك النبوة. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين. إن عبارة الحسين وارث تشير إلى وراثته في خصوصيات رسالية تاريخية هادية للناس في وقتها، ميزت كل واحد عن الآخر من الأنبياء. فمثلاً كان لآدم 9 حجج من ذريته، تاسعهم نوح عليه السلام، جعلته منظومة رسالية تاريخية هادية تفرد بها من بين الأنبياء، وأنتجت الهداية في وقته ثم انتهت وحرفت فلم تعد تؤدي وظيفة الهداية في المجتمع، ثم جددها الله تعالى وجمعها فغدت منتجة للهداية في صفيه الحسين ومنظومته إلى زمن 9 من ذريته في آخر الزمان، وهو إمام زماننا الحجة المنتظر. وبعبارة أخرى، كأن الأنبياء قد تكررت صفاتهم بالحسين التي كانت تهدي من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وهذا يكشف عن عظم الموقع الإلهي للحسين عليه السلام في حركة الأنبياء عليهم السلام.